شنو حالكم؟ شنو اخباركم؟ الحمد لله انتم كويسين، حتى انا الحمد لله كويس. طبعا اخذت عطله نص سنه الحمد لله، كملت السمستر الاول ويعني الحمد لله. طبعا انا مش مصدق انني يعني اخذت العطله، ويعني شيء حلو هالبقى. عاد راح يعني راح فعلا راح نستمتع، راح نمشي كدلانيا ويعني هنخربها فعلا. فيعني اللي يحب يشوف الفقات هي المكان الوحيد، المكان الوحيد قناتي، وتحط لايك في طريقك، وفي طريقك برضه تحط اشتراك، اشتراك غيرك على الخطر. تنن تن تنن 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 انا ما كنتش نعيط راه، وانا الحق اللي كنت حاسس يعني صوت في المونتاج. ايه انا كنت حاسس صوت في المونتاج. نحب نتكلم على عائلة محمد مشيع. طبعا يعني هم عندهم سكتشات وفلوقات حلوة هلبة، الحق يعني ننصحكم انتوا تخشوا عندهم، ننصحكم انتوا تخشوا عندهم، ويعني الحق يعني قناتهم هلبة 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 حلوة. ويعني فعندكم قناة حلوة، هي أصلا قناة حلوة، وعندهم يعني 18 مليون مشترك. طبعا يعني علشان توصلوش بس الألف بس. فيعني خش تتركوا عندهم، ويعني تركوا عندي حتى انا. طبعا اللي يتفرج علي يعني عائلة محمد مشيع يكتب في كومنتات ان احنا فعلا نتفرج علي عائلة مشيع ومن امتى. فيعني نحب نقول ان هم يعني يوتيوبرز عائلة حلوة 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 هلبة، وان هن الحق انا من الناس اللي يحبهم ويعشقهم. طبعا يعني فعلا حلوين هلبة، ويعني فعلا على كل اللي بنقول ان هم فعلا حلوين، ويعني ما شاء الله عليهم يعني ناس ناشحين هلبة. طبعا يعني الله يزيدهم حتى يعني 50 مليون، يعني هم فعلا ناس حلوة هلبة ويستاهلوا كل المشتركين اللي عندهم، ويعني ايه حلوين ويستاهلوا حق عيونكم تتفرجوا عليهم. ويعني بس هذا كل يعني حبيت بس نقول لكم كومنت على عائلة مشيع، ويعني ونحب نقول لكم برضه علي سعودي برادرز. طبعا سعودي برادرز هي قناة يعني مجموعة أربعة أخوات، يعني عندهم فلوقات ويديروا في إعلانات زي مشيع يعني، لكن هم ما يديروش في سكتشات، يعني هم يديروا في شوية سكتشات، لكن مش هلبة زي يعني مش مشيع. فيعني هم يعني الحق يعني فيديوهاتهم حلوة، ويعني ما يختلفوش بكل علي عائلة مشيع، ويعني حلوة زيهم. فلو تحب تتفرج عليهم زوز سهلة، اكتب مشيع لو تحب تتفرج على مشيع، واكتب سعود برادرز او سعود تشانل، يعني لانهم عندهم بس قناتين او حتى كلاتا فاصح. ويعني مشيع عندهم يعني مشيع جيمنج، يعني هم فيها هي قناة يديروا فيها جيمنج. وطبعا بنت ايمان البنت اختها، قصدي بنتها، عندها قناة برضو، خشوا يعني اشتركوا فيها، وفكرتها نفس فكرة قناة بوها محمد، بوها يعني محمد مشيع. ويعني خشوا اشتركوا عندهم. طبعا يعني هم عندهم يوسف وجاد وانس وايمان. طبعا يعني ايمان بس اللي عندها قناة، ويعني انس مش مفضل انه يفتح قناة حاليا. فيعني بس هذه شوية مقتطفات على عائلة مشيع وسعود برادرز، وبس نشوفهم على خيرة الله. طبعا انا يعني زود نتكلم على سعود برادرز ان يعني الفيديو بكتير مش حلو هلبة. فيعني انا حبيت ان انا يعني نخليه اربعة دقايق او حتى 5 دقايق. فبس يعني نشوفكم على خيرة الله، ويعني طبعا اللي اخت العطل يقول لي، ويعني وان شاء الله يعني ربي يوفقكم في امتحانات نهاية السنة، وان شاء الله يعني تكونوا في الجامعة. وبس سلام.